مقصر جدا في الفوركس، وانا محتاج ايه اشتغل في الفوركس وازود يعني ادي الوقت كله بدل من الشغل اللي انا بشتغله مش حابه، فخليني في مصلحتي يعني. فباذن الله هكون معاكم. فبالتالي بدل ما هنزل صفقات الساعه 8 الصبح، واكون هنزل مثلا ممكن صفقه الساعه 8 الصبح 9 على حسب قوتها، ولكن اوب تلاقيني ظبطت لك صفقتين ثلاثه ب 100 نقطه لحد العشاء يظبطوا معاك. زي انت ما يلزمكش غير كده يا شباب. يا شباب اللي هيشتغل بنوت مثلا ياخد منه ربع $25 في اليوم، يعني $25 في اليوم ده مبلغ محترم مش مبلغ قليل. ماشي، على حسب راس مالك، على حسب راس مالك. انت راس مالك صغير يا شباب فعلا. في واحد نازل معلومه بيقول لك انت النفس البشريه ما ترتاحش غير لما تكسب $1000 او $2000. ده حقيقي فعلا، احنا طماعين والله. بص حبيبي انا عايز اقول لك حاجه، يعني بالعقل وعقلها عقلها ايه وتوكل. ماشي، هل انت معتقد ان انت مثلا في حد هيدي لك فلوس عشان تخسره؟ انت كاتب لي يا سلام في البرايفت ليه؟ يعني هل انت معتقد كده ولا ايه؟ مالو التريننج ستوب دخول يا شباب دي محاضرة. انت بقالك $2، انت ما كسبتش $2. انا كسبت في يوم و.02 يعني نقطة مثلا بكام؟ بسم الله ما شاء الله، يعني يعتبر $2 مايكرو، $2 مايكرو، فاهمني؟ $2 مايكرو يعني حاجة قليلة جدا، فاهمني؟ يعني أنا بقى في ناس عندي حبايبي عملوا إيه؟ بيدخلوا صفقاتي مثلا بلوت كويس شوية، ممكن دولار، ماشي؟ بيخش مثلا يكسب هو كام بقى من 300 نقطة؟ $300، $200. والله بص انا اي شركه كويسه انصحك بيها، بس انا عن نفسي انا بشتغل في اكسنس، يعني انا بشتغل في اكسنس شركه كويسه، فاهمني؟ وبعدين ما اكذبش عليك، انا في ناس سجلت تحت اكسنس، انا هعملهم رابط لوحدهم، يعني الناس اللي سجلت اعمل لهم رابط. لا يعني اما انا شايف ان اس اف اكس دي شركه كويسه مش شركه وحشه، لا شركه كويسه، في اكتر من شركه كويسه جدا جدا يا شباب. اف اكس برو رائعه، ماشي، يعني بيقول لك في 500 بلس ديت برضه شركه كويسه. زال اكس ام دي زباله وحراميه يا ابني، افهم. انا الشركه هحب لك على حاجه، نصابه نصابه، مش محتاجه لف ولا دوران. في حد هيديك $30 دي عشان تخسرهم؟ تعال بقى اتفرج على الناس وسط كل 20 يسخن بس يسحب عشان يفضل يطلع على الشركه يقول انا سحبت من اكس ام، انا سحبت من اكس ام. الباقي يقول له بقى ايه، لقد تعاملت مع نظام المخاطره وتعاملت مع نظام النصب وهذا غير مقبول، ولقد تم حبس اموالك وحجز اموالك. كم واحد بقى بيطلع يقول في الهجوم؟ في ناس كتير ما تعرفش على التليجرام، في ناس كتير ما تعرفش ما تعرفش ما تعرفش. المشكله بقى ايه، ان هو في ناس بقى راجعه كسبانه من $30 راجعه مسحبين راجعه اودع يودع يتظبط على العوض بقى على كده، فاهمني؟ على العوض. فانا شايف، انا شايف عن نفسي شركه تعبانه تعبانه تعبانه. ما بقولكش ما بقولكش سجل اكسن، ولكن لك سجل اكسن في اي شركه انت تحبها، فاهمني؟ انا شايف مصلحتك كده، فاهمني؟ طب لو في مناطق عرض وطلب قريبه من مناطق زي اليورو دولار المفروض اعمل ايه؟ لا هيخسرها. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الدولار قوي الاسبوع الجاي، الدولار من اول الاسبوع الجاي قوي. يا سيدي اشتغل في الاكسنز، اشتغل في اكسنز معايا تحت وسطايتي وخلاص وريح بالك. انا كل ثلاث ارباع الفجور معاك شغالين معايا، فاهمني؟
لا اكسنز كويسه، اكسنز شركه يكفي ان انت تسحب فلوسك في ثانيه وبتستقبل فلوسك في ثانيه، فاهمني؟ الرابط عندك في الجروب هديهولك، فاهمني؟ اكسنز كويسه، كويسه شركه رائعه، دعم فيها عربي رائع جدا جدا جدا، يوم ماشي يوميا مش يوم في الاسبوع، دعم يومي. عندك في اكسنز، ما هو انا ايه، مؤشر العملة مش شغال في اكسنز لحد ما يعمل ينزل، يا اما انا بروح فاتح مؤشر اكس ام او تفتح مؤشر اف او، ما فيهاش بيبقى لحضرتك فيها اكتر من نوع تقدر تودع بيه حضرتك، كاش يو وود ماني وسكريل بانك، كل حاجه، وبيرفكت، كل ما هتلاقي موجود فيها. السبريد ده عايز افهمك حاجه، وتقدر تسحب على، ايوه تقدر تسحب على على كاش يو دلوقتي، ايوه تقدر تسحب على كاش يو دلوقتي. انا اللي انا عايز افهم لكم حاجه يا شباب، اللي بالنسبه لل، يا سيدي يا سيدي بالنسبه لل، قوه العمله على الفرق بين الوسط، لا عادي ديبت كارد، والله على حسب بقى، انا عندي الديبت كارد بتاعت كيو ام بي شركه بنك زباله، انا عايز اغيره اصلا، يعني انا عايز اغيره. سحبت فلوسك على سي اي بي ترافل سويس ديت ولا ايه؟ كريد اجريكول، ايوه هو كريد اجريكول ده على فكره بنك جامد، والسي اي دي والاتش اس بي سي، اتش اس بي سي ده حاجه واحده بيشتغل اصلا مع شركات البروكر رائع. عشان بنك امريكي، برافو عليك يا ادمنستريتور، برافو عليك. المهم يا شباب، خلينا في بقى في شغلنا، هل خلينا في شغلنا، اليورو دولار فين وفين وفين اهو، شايفين اليورو دولار، شايف انت المنطقه دي خلاص بقى، هو بقى في دلوقتي تلاقي الحاجات دي بتحصل، انت شباب عود نفسك الحاجات دي ساعه لما بيكون الدنيا نايمه، حبيبي حبيبي بطل بقى تطلع على لسانك ده كتير، اهدى شويه كده ماشي، ما تفكرش ان انا مش عارف انت بتعمل ايه. بص المنطقه دي ما دام بيطلع وبينزل في المنطقه دي خلاص كده في زخم، الموضوع تعبان، مفيش سيوله، فاهمني؟ مفيش سيوله، طب نعمل ايه؟ خلاص بقى يبقى انا بتاعي عن الزوج ده، الزوج اللي مفيهوش سيوله بتاعي عنه هيخسرك، فاهمني؟ هيخسرك. خلاص يبقى انا ادور على الزوج اللي فيه سيوله وبيطلع معايا، فاهمني؟ ما تجيش يا شباب، اوعوا في حياتكم، اسمعوا الكلام ده من اخوكم، اوعى في حياتك تاخد صفقه من هنا، اوعى. ليه؟ لان ممكن يعكس عليك، يا تاخد صفقه من بدايتها يا بلاها تغوري غوري كده. ليه؟ لان الصفقه ممكن خلال ساعتين تلاقيها طلعت معاك لحد هنا زي ما انت شايف كده، ثلاثه قد ايه لو انا خدت الصفقه من هنا كده، صفقه اهي المفروض انا خدت الصفقه بتاعتي من هنا، هو طلع وصحح وحاول ينزل ما عرفش، خلاص انا خدت الصفقه بتاعتي مثلا من هنا، في ناس اخذت صفقتها من هنا، طب ماشي انا خدت صفقتي من هنا شباب، هل طلع 20 نقطه، طلع 20 نقطه، طب انا لو خدت صفقتي من هنا ماشي مش ممكن ينزل بيه، صح ولا لا؟ طب مش ممكن يكسر التصحيح، طب مش ممكن ينزل لهنا، صح ولا لا؟ طيب اما انا لو خدت صفقتي من هنا وطلع بيا كده لحد هنا، صح ولا لا؟ كويس، طلع كام نقطة؟ 30 نقطة، 30 نقطة، ساعة لما هينزل هنا هراجع اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هقدم الستوب لوز بتاعي، نزل وضرب الستوب لوز بتاعه على نقطة الدخول في داهية الصفقة، كله نصب يا بيه، كله نصب، اي زفت شركة بتقدم بونص مجاني من غير ما تبدأ نصب، واي شركة بتدي لك 50% او فوق ال 50% البونص بتاع الايداع نصابين، لانهم هيروقوك 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 وهينصبوا عليك،
الشركات العالميه المرخصه ما بتعملش كده، بتدي لك 20% بس بونص وما بيشغلهاش بيك، ولو جبت لها عميل من طرفك مش زي اكس ام بتدي للناس عموله، لو انت اودعت 200 بيدوا اللي خلاك بيدي له 100. يعني انا انت جيت اشتركت من خلالي في اكسنس مش هيدوني 200 جنيه ولا 100 جنيه ولا 100 دولار ولا زي، هيدوني على قفاي بس، ده اللي اقدر اقوله. ما بيدونيش نسبه خالص، مفيش حاجه اسمها نسبه، لان لو ادوا لها نسبه دي شركه نصابه، فاهمني؟ تتفق معاك على العميل. انا اللي باخده منك شيء واحد بس، بيقسموني معاك في فرق السبريد. يعني انت لو فتحت الثقه السبريد بتاع حد ايه؟ 30 سنت، انا باخد مثلا 20% من 30 سنت، انت متخيل؟ 20% انا ممكن اخد 5 سنت او 3 سنت. 5 دولار يا فندم، 5 دولار. فاهمني؟ خد مني 5 دولار. فاحنا عندنا اهو دي، لكن ما اقدرش اخدها، مفيش سيوله، مفيش سيوله. اخي استمر بالشرح، حضر الشركات. حاضر حضرتك حبيبي، حاضر يا فرانك، حاضر. هنا مفيش سيوله. طب كنت صبرت يا فرانك، اصبر اصبر يا فرانك، ما تستعجلش، لازم كل ده في نطاق حديثنا واحنا مع بعضنا لسه. ده ايه؟ صفقه. ليه يا اسامه رافع ايدك ليه؟ حاضر يا فندم، ساعة لما نرجع الروم بتاعتنا هبقى اديلك الرابط. هنا منطقة ايه؟ شراء. طيب هاخد فيها؟ لا مش هناخد منها صحيح صفقات. ليه؟ لأن هنا منطقة ايه؟ بعد 30 نقطة منطقة بيع. خلاص يبقى أنا عن الزوج ده، آخد من منطقة زي دي. المنطقة اللي زي دي جميلة، عندك مساحة مع الترند الصاعد، شايفين؟ يا شباب نخش مثلا على زوج تاني. الدولار الكندي مثلا زي ما احنا شايفينه كده، الدولار الكندي هابط، الدولار الكندي هابط. اللي اخد شمعة من هنا، شمعة جيدة جدا، شمعة جيدة بالشكل ده، ماشي؟ شايف الشمعة نزل لحد فين؟ بالشكل كده، وكملت نزول، وكملت نزول لحد المنطقة دي في كام ساعة يا شباب؟ ساعة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ما شاء الله. يعني ما شاء الله شغل شموع رينكو، الشموع جميلة جدا على فكرة. شموع جيدة جدا وشموع جميلة، ولكن يعني ايه؟ ليها استخدامات تانية أنا ما بشتغلش بيها ولا بيشغلني بيها بصراحة. أنا اللي يشغلني صفقتي اللي انا شغال بيها كده، اشتغل هنا كده، احفظ الاستراتيجية دي، وبعد كده لما تحفظها وتتقنها دور على حد يعلمك مثلا فعلا يكون كويس ويعلمك شموع رينكو تشتغل عليها ازاي. هو انا اعرفه ان الشكو يعني بتطلع مثلا، انت بتحدد نقاطها 5 نقاط، 5 نقاط او 10 نقاط، 10 نقاط. يو اس دي كاد اي واليو اس دي كاد ام، ده زي الميكرو مثلا كده والاستاندر يا فندم. يو اس دي كاد ام يعني ميني، ماشي. النقطة بالدولار، الدولار يعني 10 دولار، اما النقطة اليو اس دي كاد كده حاجة زي الاستاندر كده 0.1 مثلا بدولار، فاهمني؟ وفي يو اس دي كاد اف، فاهمني؟ انا شغال على الميني، انت ركز في اللي انت هتشتغل فيه. اليو اس دي كاد، فاهمني؟ تعالى بص يا شباب بقى هنا، بصوا ده اللي بتكلم فيه. الدولار ساعة لما شد حيله اخر يوم، اثناء زوم مشكلتي مع مقاومات الدعوم بتخليني اخاف ان انكسر في الصف. حبيبي صلى على رسول الله، انت
فتحت صفقتك وحطيت الستوب لوز بتاعك، حطيت الستوب لوز جميل وليك تيك بروفيت، بتصبر على الخسارة ولا لا؟ لو الصفقة فتحت معاك وعكست بتصبر على الخسارة ولا لا؟ جميل، طب بتصبر على الخسارة ليه ما بتصبرش على المكسب؟ ها؟ ما بتصبرش على المكسب ليه؟ اللي يخليك تصبر على وانت خسران وانت كسبان ما تصبرش. يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه، انا بصبر على نفسي وانا خسران، اصبر على نفسي وانا كسبان. يو جت ستوب لوز، برافو عليك. وبعدين اللي يخليك تعمل حاجه كده، انت حطيت الستوب لوز بتاعك في مكان كويس بالشكل ده. ليه بقول لك خش منطقه الشراء او البيع في منطقه جيده، ما تستعجلش على اي صفقه وما تخش صفقه من نصها. ها؟ لانك انت ساعه لما تخش في النقطه دي، ساعه لما حد هيرجع عليك وهتكون متاكد انت ترجع عليه، هتقدم الستوب لوز بتاعك او هتقفل الصفقه على ربح. ولكن ساعه لما تفتحه في منطقه زي دي مثلا، منطقه بيع اهي، منطقه بيع، جت منطقه بيع وخدت صفقه اهي بالشكل ده، بالشكل ده كده، وراحت جايه واخده معاك كده نازله معاك 100 نقطه، جه هنا اهوت وقف له 10 دقايق، وجه هنا اهوت نزل، وبعد كده قعد 5 دقايق، بعد كده الشمعة دي طلعت في الساعة الثالثة اخدت لها 10 دقايق، فاهمني؟ مش قلقان، هتقلق ليه؟ ده انت ساعتها هتروح جاي واخد بعضك من بعد ما بيعدي الشمعة دي وطلع هنا، هتروح جاي مقدم الستوب لوز بتاعك فين؟ في المنطقة دي. يبقى انا كده هاخد المنطقة دي من اول هنا لحد هنا ربح، صح ولا يا شباب؟ هاخد المنطقة دي ربح. عشان كده بقول لكم قدموا الستوب لوز، كل ما الصفقه بتطلع مثلا 30 نقطه 40 نقطه ماشي، خلاص انا اقدم الستوب لوز بايدي. لان انت، انا عايز اقول لك ان انت تعمل الصفقه، لما تعمل صفقه عندك انت النقط بتاعت الصفقه اللي بتبان لك مكانها اللي انت اشتريت منها، بمجرد انت تدوس عليها بالشكل ده كده، تدوس عليها وتشدها لتحت هتحسب لك الستوب لوز، تشدها لفوق هتحسب لك الايه التيك بروفيت. الموضوع ده سهل، هي ما دام اسمها مناطق طلب وعرض، فيعني ستوب لوز قليل والتيك بروفيت كتير ان شاء الله باذن الواحد لحق. ماشي، شوف بص، انا ممكن اخد الصفقه من كسر اخر دعم لحد الترند العام. بص مش فاهم من اخر دعم ده بالظبط، يعني لو كسر هنا، يعني انت قصدك لو كسر في المنطقه دي ولا كسر هنا، ولا لو كسر هنا فهمني بالظبط. من كسر اخر دعم، ايوه، لحد ايه بقى الترند العام، يعني تاخد من هنا لتحت ولا عايز تاخد من هنا شراء لفوق كده؟ هيبقى كده صح كده، ولكن كده انت ماشي عكس التيار، انت كده غلط. ما ينفعش تاخد شراء، ده شيء اكيد، ولكن انت بتشتغل عليهم، انت شغلك على ايه؟ على فريم الساعة، صح ولا لا؟ يعني انت مثلا على فريم الاربع ساعات بالشكل ده اهو ماشي، ماليش دعوه بالسكالبنج. الصفقه فيما فوق 50 ما بتسمهاش سكالبنج يا فندم، فاهمني؟ وعشان افتح فريم الاربع ساعات واخد عليه صفقه، ايه اللي ممكن يحصل لك؟ ها؟ ايه اللي ممكن يحصل لما تفتح فريم اربع ساعات؟ يكون محتاج تحط ستوب لوز فين؟ ستوب لوز فوق ال 70 نقطه، ولا انا غلطان؟ لانه ممكن يرد عليك. يبقى انت بتشتغل على ساعه ولا اربع ساعات يا فندم؟ انا بشتغل على الساعة، فريم هابط في منطقة بيع، خلاص هنا في فريم الاربع ساعات باين قدامك. ايه بقى باين قدامك؟ ان هو شراء، صح ولا لا؟ مش باين قدامك ان هو شراء، ولا انا غلطان؟ اما خليني انا على فريم الساعه، امشي على فريم الساعه اريح لي، ادي الترند بتاعي. لو اتكسر
حاول ان انت افتح بقى صفقات سوينج زي ما انت عايز بقى، بال 400 و 500 نقطه. احنا مش عايزين ده، احنا عايزين 50 نقطه، 70 نقطه، 100 نقطه في 5 6 ساعات، واقف ومريح بالك. احنا عايزين كده، ده شغلنا. الكلام ده حضرتك ساعه لما يكون معاك بقى مثلا ايه 20 30 الف دولار، ماشي، وافتح بقى على الديلي واستنى. مع ان انا عايز افهمك ان انا على شغل الاربع ساعات والخمس ساعات، ها، انا ممكن افتح صفقه بيع على نفس الزوج وافتح صفقه شراء على زوج تاني، ماشي، اكسب منهم اللي انت هتكسبه 500 نقطه في اسبوعين مثلا، او اسبوع او 10 ايام، انا اكسبه في 3 ايام بس. هو ده الفرق، ان انا بشتغل بدور راس المال تدوير سريع، فاهمني؟ اما الناس اللي بتشتغل على الديل الاربع ساعات بتشتغل صفقات سوينج زي ما انت شايف كده، صفقه ممكن يفتح لها الستوب لوز اصلا، صح ولا انا غلطان؟ مش في صفقات سوينج بيتفتح لها الستوب لوز يا فندم؟ ما انا عارف هو، لا من احد، لا مين قال كده؟ مين قال كده؟ ليه مش موثوق فيه ليه؟ معلش، ايه اللي ما خلوش موثوق؟ هو ده مش فريم؟ فريم زي الفريمات التانية؟ لا، فريم زي الفريمات التانية. وبعدين فريم أنا أقدر أخد منه بالشكل ده صفقة 90 نقطة، ساعات لما أخد صفقة لحد يراوغ 50 60 نقطة، أنا مش محتاج أكتر من كده يا فندم. أنا مش محتاج غير إن أنا مفيش مشكلة، أنا ما عنديش أدنى مشكلة بده، ولكن إن أنا فريم الساعة أحسن فريم انا بشتغل عليه بيحقق لي ارباح. فريم الاربع ساعات بيبقى احسن من الفريم الساعه، ولكن عايز صفقات كبيره، فاهمني؟ عايز صفقات كبيره. انا ده اللي انا، لا انت بتعتمد على الاربع ساعات، انا بشتغل على الساعه. لا عادي، لا ولا طالع ولا حاجه حبيبي، ولا طالع ولا حاجه. انت افدت واستفدت، فاهمني؟ انت افدت واستفدت، مفيش ادنى مشكله في كده. فزي ما بقول لكم يا شباب، احنا عندنا هنا منطقه بيع قويه، احنا عندنا هنا منطقه بيع قويه. استنى ساعه لما يطلع من منطقه البيع دي بشمعه. اول ما يطلع من منطقه البيع دي بشمعه، ايه اللي انا هعمله؟ هاخد منطقه بيع على طول، هاخد بيع على طول، لان الترند رايح فين؟ الترند رايح فين؟ هابط. هاخد الصفقة دي اهو، هاخد الصفقة دي، ادي 70 نقطة، ماشي، ده هدف اول، او 80 نقطة، ده هدف اول، كفاية 70 نقطة اهو، او 60 نقطة هدف اول، فاهمني يا شباب؟ عايز اكمل 150 نقطة، وهيجيب ال 150 نقطة، يعني كده كده هيجيبهم ان شاء الله. ليه؟ لان هو الترند هابط، ترند هابط يا شباب، هينزل لازم بعد مثلا يوم اتنين هتلاقيه جايب لك الستوب لوز التيك بروفيت. مش محتاجه فن. احنا بنتكلم في افلام هندي يا ادنى، لسه بقالنا ساعتين ولا ايه؟ ده انا على ما اعتقد الناس المبدئه فهمت. احنا اتكلمنا اهو، ادي المنطقه اهي، المنطقة اهي دي منطقة بيع، منطقة بيع، حلو الكلام. ساعة لما هاخد صفقة منها هستنى ساعة لما يطلع المؤشر بتاعها، ايوه سلي فن، هستنى الشمعة تهبط وتصحح توضح لي، طيب ماشي، الشمعة تنزل منها وتطلع تصحح لي فين على الدعم ده تاني، حلو، عشان ما تعرفش تخترقه. بعد ما تعمل عملية تصحيح، ماشي، ايه اللي انا هيحصل مني؟ هاخد النوت بيع واطلع للمنطقة دي في المكان ده بالظبط، اعمل الستوب لوز بتاعي كام؟ 45 نقطة، 40 نقطة. طيب 45 نقطة، يبقى انا محتاج قد ايه؟ تكفت 90 120 اهو، المنطقة دي بروفيت، ممكن انزل ل 150، هيجيبهم المحالة. عارفين انا هعمل بعد كده ايه؟ ان شاء الله هعمل تحليلي وهصوره،
ماشي، وهنزله قبل وبعد ماشي، لان المناطق ديت اللي انا بتكلم هي دي اللي هتريح الناس بعد كده. يا برنس انا هظبطك، انا ورايا غيركم. انا انا ما وريش غيركم. المهم الشباب الساعه 12 بالليل كده احنا زي الفل، ما عنديش مشكله طبعا، بس احنا يا رب يا رب يا رب يكون كل اللي موجودين استفاد بما يرضي الله. حد استفاد كلمه يعني؟ حد فهم؟ حد يعني حد بما يرضي الله اخذ اي حاجه في حاجه؟ يعني ما قعدتش هاتي عشان يعني. طب انا فتحت المايك للشباب، انا فتحت المايك لكم يا شباب عشان لحد اللي عايز يتكلم، اللي عايز يتكلم. يا ريت ايوه انا بعد كده هفتح المايك عشان اعرفك قبل ازاي. الله جميلة وبارك الله فيك ان شاء الله. والله هنزل لكم فيديوهات، هنزل لكم فيديوهات من واحد لألف لألفين يعني ما